بيا عيط انا البون بيا طلو داروا البيل بنت لهم الدار اللي كاينه في السفلينه لتحت. قال لي الدار ما فيها لا حديد هنا، قال لي كان يدار الصابون. هاد الناس اللي تيكريو بحال هاد المسائل وتيكريو لعباد الله، قال لي كاين لكم الموت. خويا قال لي الدار هزي الوثائق ديالك وخوي الدار. انتي قال لي ماشي غادي تاع حياتك هو ماريو ولا ثلاجين، عندي ثلاجه قال لي ودي الماريو راه جا ماريو فوق على 22 من البون بيا دابا. عاد عيطت لسيد العميل، صيفط البوليس، صيفط للشيخ ونقدم في راسهم هاد الشيء اللي واقع لي ديال الناس اللي كيبنيو عشوائي. نزل الدخل لان العماره اساسا خصها الترميم. قلت مع داك الدخل وجارتي مسكينه كتعوض ثلاث ايام هادي وحنا السيمه طالعه والرمله طالعه وانا غادي نخرج في شهر تسعود. هنا؟ اي غادي نخرج سالت العقده ديال العامين. ولله الله ما توقع لكم هادشي تقريبا؟ تاع الفطور يلاه كنفطرو. يلاه كنفطرو باقي يلاه جبنا التقدير دخلت هاد البنت انا المباركه اللي بنتي ما وقعتش في كل الناس وقعت لي بنتي هنا. فين باقي غادي ندرك انا عاد ندرك بنتي عندنا تخلي لي ولدي الله عنده عام. ملي تنعيط لها بالمشكل اللي كنعيط ليها ما كتجاوبنيش، ملي جاوبتني اختها قالت لي منك ليها، سيدي عايشه في الرباط بخير وعلى خير، كان هي تصور لي دار ديال 2000 درهم. عاد زيد ماها زيد ضوها. كانت تتفاهم معايا غا الدار غادي تربع عليا، قالت لك اختي منك ليها منك ليها. ملي دخلت وانا كنصلح ما هي فوق على 4 المليون وانا ديال الاصلاح اللي صلحت. انت تشوف حوايجنا هادي تشوفها. ملي دخلنا فطرنا قاعدين فاطرين يلا حليت الشرجم، لا حل علينا الشرجم حتى كنسمعوا داك الشيء دار بوم. قالت لنا شنو شنو هادشي واش في الصح واش فين؟ حتى كيبان لينا داك داك الفلوس. قالت لي ماما 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 ما عطاش هادشي تفرقع على الفلوس ديال الكوزين. قالت لي تعرف اخويا باش تبليت ولينا يلاه راحنا عينا وعيات بينا هذا الله. فين غادي تسكني؟ فين غادي تمشي؟ فين غادي تجي؟ فين غياب بزاف ديال الحوايج؟ لا اله الا الله. انا عييت والله اخويا، لا عييت عييت اخويا عييت نكذب عليك. العيد هذا والعواشر والله العظيم الا مشيت نتغدى ومريضه كاع ما قاده النوضون هذا غير بالزسره بلاصتي هي تشوفي لي زرفين كنت مغطاه هنا فين كنت دايره نخدم بحق الله العظيم الا النهار كامل وانا مجبده. سيده جارتي مسكينه يلا جي ولد خويا مسكين هنضر عمتي اش درتو عشان تطلع عيش لي هذا تشوف اوليدي. الله ما الحمد لله انا ملي خرجت من تما مشات فيها ضحيه الحمد لله هذا اللي كنطلب الله. شكرا. انا تقريبا شحال تسكني هنايا؟ عامين عامين عاد غتسالي عامين عاد سالت لي الكونطرا هي الكونطرا هي باش دايره معاها عامين هي غتسالي في شهر تسعود عامين هاي هاي عقد كراء درتو معاها في 2011 40 الف ريال واش عباد الله انت شتي هادي واش هادي ديال 2000 درهم وهكاك وصبرت وقلت ما كاين مشكل قريبه وقريبه ليا الترونس بلا ترونسبور قريبه ليا بزاف ديال الحوايج كاطريا ميطاج ما والله يخفف عليك الله